بسم الله الرحمن الرحيم حقيقه بدايه اشكر الاخوه القائمين على هذه الجلسات النقاشيه كما اشكر الاخوه الذين دعونا ان نكون جزء من هذه الندوات واعطاء ما لدينا ولو بشكل مختصر وسريع عن هذه الورقه البحثيه موضوع الاعلام الرقمي بداية لماذا سمي الإعلام بالإعلام الرقمي لماذا ارتهن موضوع الرقم بهذا النوع من الإعلام سأعرج للسرعة على مبدأ سابقا الإعلام كان يسمى الإعلام طبعا هو مقابل الرقمي أكو الإعلام الذي يكون آه سميه بشكل كان يستخدم المنحنيات في الاستخدام اللي هو الانالوج اللي كنا نشوف بالشاشات التلفاز القديمة واللي كانت تحتوي على ما يسمى باللمبات ولكن مع تطور العلم تحولت شاشة التلفاز التي كانت تزن أحياناً إلى 20 و 25 كيلو الى الان يمكن كيلو او كيلو ونص بحكم الاعلام الرقمي. توجه الباحثون عبر سنوات البحث الى تحويل الانالوج الى الديجيتال. ماذا نعني بالديجيتال؟ هو استخدام لغه خاصه بالارقام علما هنالك عده لغات للارقام هنالك لغه الهكسا ديسيمال والديسيمال والاوكتال ولا أحب أن أخوض في تفاصيلها ولكن ما يهمني هي لغة الباينري التي تتكون من رقمين فقط اللي هما الزيرو والوان صفر واحد ولذلك إذا تلاحظون بعض الإعلانات أو بعض الأمور التي تتطرق إلى الجانب الإلكتروني يستخدمون ضمن الدعايات أو ضمن المناهج مالتهم أصفار وواحدات هذه اللغة التي تتكون من هذه الرقمين أو هذين الرقمين هي الآن تدير هذا العالم الافتراضي أو الواقعي أو هو الإعلام الرقمي تطرق الأخوة إلى موضوع الإدمان أنا سأخذ بعض النقاط أحاول أنه أقرر بعض المعلومات التي وردت وأحاول أربطها في جانب البحث تطرق الاخوه في الى موضوع الادمان واهميه الادمان وكان الدكتور حقيقه اعطانا معلومات قد تكون غائبه عنا باعتبارنا شبه بعيدين عن هذا المجال ولكن انا اجد الادمان الالكتروني او ادمان الاعلام الالكتروني هو اشد خطوره من الادمان الذي يستخدم المواد المدمنه. لماذا؟ لأنه كما أعلمنا الدكتور هنالك أعراض تظهر على المدمن كتوسع الحدقة كالحالة النفسية كالتصرفات، ك إلى آخره ولكن مدمن الإعلام لا تظهر عليه هذه الأعراض البدنية نعم تظهر عليه الأعراض النفسية التي ليس من السهولة قد على الأبهات أو الأمهات في البيت أن تكتشف انا اعتقد انه الادمان على استخدام الاجهزه الحديثه وبالتحديد جهاز الموبايل اليوم اصبح اكثر خطوره من استخدام الكريستال ولا غيره من من المواد التي تسبب الادمان فارجو ان نكون لدينا سلطه وان كان انا اضعها بين قوسين لانه لا توجد سلطه من الاباء والامهات للابناء في استخدام هذا الجهاز عدا زياده في التربيه واعطاء المعلومه بان هذا جيد وهذا سيء وكما قال ايضا الدكتور نحن نتمنى ان تكون ان يكون ابناؤنا يتربون بتربيتنا وياخذون منا ولكن نحن لسنا المسيطرين الوحيدين قد تكون سيطرتنا على ابنائنا هي اقل بكثير من سيطره خارج المنظومه اللي هي قد تكون اجهزه الموبايل او ما يشاهدوه في المدارس او الجامعات. طيب لماذا اصبح اليوم هذه البرامج اللي هي تسمى ببرامج التواصل الاجتماعي هي الاكثر تداولا عند الناس نعم قد تكون عند نسبة الشباب لديها نسبة عالية ولكن هذا لا يعني انه باقي الاعمار هي لا تستخدم هذا الجهاز ولدينا حقيقة في تجربتنا في اعلام مجموعة قنوات كربلاء الفضائية اكثر من دليل على ذلك السبب التوجه في الوقت الحاضر الى المعلومة القصيرة السريعة أشبه ما يكون سابقا كانت الوجبات الغذائية تكون بمجمع العائلة ومرتبة بثلاث أوقات قد تكون في فترة الفطور وفترة الغداء وفترة العشاء لكن اليوم نشوف ما يسمى بالوجبات السريعة هي الأكثر انتشارا قد تكون من الوجبات الطبيعية إذا هنالك تحول من موضوع الاعتماد على وجبات كثيره الى الوجبات الصغيره، هذا الشيء كما للمعده فهو للراس او للدماغ، فالان البحث عن الامور القصيره، تجربتنا حقيقه في مجال المجموعه عاده نحن نبدا بالاعلام الالكتروني كان يكون لدينا بث على منصات التواصل الاجتماعي. من هذه المنصات نحن نعرف اين نحن من المشاهدين. لانه في المجال الانالوج اللي هو الفضائي انا لا استطيع ان احصي عدد مشاهديني ولكن في المجال الالكتروني باستطاعتي ان اعرف في كل يوم وفي كل لحظه عدد مشاهديني واعمارهم وجنسهم ومن اي بلد او من اي مدينه او من اي منطقه محدده بالضبط وهذا التقرير بالنسبه لنا كمجموعه قنوات كربلاء يردني كل شهر بكل هذه المعلومات. اذا عندما اجد انه هذه المنطقه يشاهد فيها هذه القناه احاول ان اركز في البث وفي التغطيه لهذه المجموعه لكي اعادل بين المشاهده الالكترونيه والمشاهده الفضائيه. لكي لا اترك المشاهدات فقط للجانب الالكتروني وانما اسمح ايضا للجانب الفضائي. الان ونحن في هذه الاجواء الالكترونيه ايضا نلاحظ في غالبيه منازلنا انه وقت ليكون التلفزيون مفتوح وفي برنامج معين اذا لم يكن البرنامج اكتف يعني يهم اكبر شريحه ممكنه من المشاهدين نلاحظ انه الشاشه تعمل وفي نفس الوقت اعضاء العائله كل من يمسك جهاز الموبايل في يده ويتواصل في اتجاه معين، قد تواصل، قد بحث، قد يشاهد، قد يقرا اي بالنتيجه اصبح هناك عدم ترابط في مشاهده المنتج الواحد. نحن نسعى عن طريق القناه ان نجمع الافكار التي ممكن ان تكون قريبه لاكثر من فئه عمريه لكي عندما تبث عبر الشاشه ايضا نحاول ان نضمن اكبر عدد ممكن من اعضاء الاسره تكون هي متابعه الى الشاشه دائما كاسلام وكمعلومات اسلاميه ننتقد ما موجود الان من 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 المعلومات اللي في منصات التواصل الاجتماعي ولكن يجب عندما نمنع ابنائنا وبناتنا من مشاهده بعض الاعمال يجب ان نوفر لهم البديل. اليوم كم مؤسسه اسلاميه تعطي معلومات توازي الجانب الاعلامي وليس المحتوى ما موجود من منصات لمؤسسات اخرى. ايضا على سبيل المثال اليوم قمر واحد اللي هو قمر النايسات. عندما نعمل داونلود للقنوات الموجوده فيه نلاحظ انه قد تصل الى الالف قناه لقمر واحد. كم قناه من هذه الالف تكون مؤثره كتاثير بعض القنوات التي ابتعد عن ذكر اسمها. نحن لدينا مشكله في ايصال الرساله الاعلاميه وهذا يجب ان نعترف به. بالاضافه الى ايصالنا عن طريق الجانب الفضائي كذلك نحن ايضا مهملين للجانب الالكتروني. نعم هنالك مساعي من بعض المؤسسات ونحن لا ندعيها لنفسنا ولكن ولله الحمد نحن استطعنا لحد الان ان نحصل على اربع شهادات من من اليوتيوب ثلاثه فضيه وأخ واخرى ذهبيه باعتبار انه تجاوز عدد المشتركين وليس المشاهدين المليون ونص في القناه ولكن هذه واحده مقابل الاف يجب ان يكون لدينا توجه الى هذه الطريقه في ايصال المعلومه اللي هي بين قوسين تسمى الاعلام الرقمي وهذه انا اعتقد انها مسؤوليه الجميع ويجب ان لا نقول نتعلم من الجانب الاخر الاسلوب الاعلامي في الطرح ولكن يجب يكون لدينا نحن ميزه اخرى او قد يكون لدينا تطلع اخر او يكون لدينا طريقه اخرى لايصال رسائلنا التي نود ان توصل الى اكبر شريحه ممكنه من العالم، وانا اعتقد انه خير وسيله اليوم لايصال معلومه قد تكون من هذه الندوه الى كل العالم هو ان ابث هذه الندوه على اليوتيوب على سبيل المثال. او علي منصات تواصل اجتماعي تكون لديها مشاهدات كثيرة وبالتالي استطيع ان اوصل رسالتي الي اكبر عدد ممكن من المشاهدين اعتذر للاطاله البحث في معلومات اخري ولكن الوقت محدد شكرا لكم